وللحديث عن المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار الألماني أولاف شولتز الذي يزور مصر وإسرائيل، معنا عبر الهاتف دكتور إيمان زهران أستاذ العلاقات العامة. دكتور إيمان، بعد التحية، يعني تابعنا صباح اليوم مؤتمرا صحفيا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، والذي صرح فيه الرئيس السيسي بشكل واضح عن رفض مصر لمسألة تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية. يعني من منظور إعلامي دكتورة إيمان زهران، كيف تابعت تصريحات السيد الرئيس في هذا المؤتمر الصحفي؟ عامة بشكل عام تصريحات بدأت في إطار سياسي، في إطار رسائل مباشرة وغير مباشرة للداخل المصري وكذلك للمجتمع الدولي عن الموقف المصري والثوابت المصرية تجاه إدارتها للقضية الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص، خاصة مع تنامي الهجوم الإسرائيلي على القطاع واستهدافه للمدنيين وآخرها المستشفى المعمداني مساء أمس صباح اليوم. الرسائل عامة تضمنت الموقف المصري فيما يتعلق برفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري، وهو مرفوض تماما من جانب الدولة المصرية قيادة وشعبا، كذلك ما يتعلق بمسار إدارة الأزمة فيما يتعلق بعملية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، فيما يتعلق بالموقف العربي وخاصة الموقف مصر فيما يتعلق بإدارة الموقف الحالي والالتزام بهدنة إنسانية، كذلك رسائل للمجتمع الدولي حث على الدفع بمزيد من أوراق الضغط الدولية على إسرائيل أو الدولة الإسرائيلية لوقف الهجوم الدائر، العودة مرة أخرى للمسار السياسي الحديث عن هدنة إنسانية، وقف الاجتياح الإسرائيلي أو الهجوم الإسرائيلي المباغت على قطاع غزة والمدنيين. يمكن الرسائل كذلك ليست فقط في إدارة الملف على المستوى السياسي، لكن هناك رسائل ضمنية تتعلق بالتعبئة العامة أو تعبئة الشعوب العربية، الحديث عن الغضب الشعبي أو الغضب العربي للموقف الحالي أو إدارة الموقف الحالي، الحديث عن الازدواجية في تناول الموقف بالنسبة للكتلة الغربية كيف يتم التعويل عليه وكيف يتم إدارته. دكتورة إيمان، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح اليوم أنه مصر بها 105 مليون مواطن، وأنه الرأي العام المصري والعربي يتأثران ببعضهم البعض. يعني الرسالة التي يعني يمكن أن نستشفها من وراء هذا التصريح؟ واضحة وصريحة أنه هناك رأي عام عربي وليس فقط بدولة ما، ولكن هناك تصعيد وغضب شعبي بكافة الدول العربية إذا ما يحدث في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة على وجه الخصوص. من الصعب إدارة هذا الموقف بشكل كامل. هناك حديث واضح أنه الغضب الشعبي قد يطال الجميع، قد يطال الاضطراب أو يزيد من فردية الاضطراب. الموقف الحالي هو موقف حرج فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قد تزداد سخونة المشهد الحالي أو مشهد العمليات في داخل غزة ليطال مرحلة الاضطراب الأمني في المنطقة ككل، خاصة مع وجود فردية الغضب الشعبي. الغضب الشعبي العربي قد يطال هذا الأمر وقد يزيد من الموقف الحرج للقضية الفلسطينية أو قضية غزة على نحو ما قد يصعب حله بالنسبة للتجمعات الدولية أو المؤسسات الدولية بشكل كبير. ربما هذا يتوافق أيضا مع تصريح الرئيس بقوله حين حذر من أن الأوضاع تنذر بالخروج عن السيطرة، يعني هذه الرسالة لابد أن تصل إلى كل الأطراف الفاعلة في القضية الفلسطينية، أنه يصعب السيطرة على الوضع بعد ذلك إذا ما يعني تخطت الأمور الحدود كما يعني بدأ بالأمس، تخطي كل الخطوط الحمراء واستهداف القطاع الطبي والمستشفيات. هل برأيك أن هذه الرسائل يمكن أن تلتقط من قبل يعني القائمين أو المعنيين على الأمور في سواء في إسرائيل أو الولايات المتحدة أو أي من الأطراف الفاعلة؟
هو بالفعل تلك الرسائل بيتم إدراجها كمشهد أساسي في إعادة تقييم كذلك المشهد القائم. الأخذ بالحسبان فكرة الغضب الشعبي أو التعبئة العربية، تعبئة الشعوب العربية، وده استنادا كذلك للأحداث القائمة أمس واليوم في العديد من الدول العربية من تظاهرات، الحديث عن دخول سفارات في أحدى الدول، سفارات أجنبية على أراضي الدول العربية. أصبح هناك اضطراب أمني في العديد من الدول العربية جراء ما يحدث. فكرة السيطرة على الغضب الشعبي هي إحدى الأوراق اللي قد يتم الدفع بها لتصحيح مسار العملية السياسية بالنسبة لقطاع غزة وانتزاع قرار أممي وإلزامي لإبرام هدنة إنسانية على إثرها يتم إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. الحديث عن ورقة الغضب الشعبي، أنا أتوقع وفقا لتقييمي لها هي إحدى أوراق المقايدة السياسية التي يتم الحديث عنها في وقتنا هذا. كيف يتم تكييف هذا الوضع؟ يتطلب الأمر إدراك قومي، إدراك عربي بكيفية اللعب بمثل تلك الأوراق النوعية، خاصة ورقة الشعوب العربية. نتحدث على البعد الديموغرافي، نتحدث عن جغرافية الوطن العربي بشكل كامل وكيفية أو إمكانية إحداث تغير في مسار العمليات بشكل عام وفقا للمنظور السياسي وليس المنظور عملياتي. نعم دكتورة إيمان زهران، أشكرك شكرا جزيلا دكتورة إيمان زهران أستاذ العلاقات الدولية.